التجارة الإلكترونية هي من أكثر المجالات تغييرا في مجال التجارة العالمية، وهذا بسبب التغيير المستمر لنمط المستهلكين والمتصفحين، وأيضا بسبب التجارب العديدة التي تفعلها مواقع البيع الافتراضية العالمية على مواقعها لتحسن مظهر الموقع ولتسهل قدر الإمكان للمتصفحين شراء المنتج أو معرفة معلومات كافية عن المنتج، وأيضا ليحفز ويشعر المستهلك الأمان بالشراء من موقعه. في ال3 سنين الأخيرة مر مجال الدروب شيبينج عدة تغييرات، قسم منها تغييرات بسيطة وقسم منها تغييرات جذرية التي أدت بإغلاق أعداد هائلة من الحسابات المتوسطة والكبيرة. وفي الفترة الأخيرة نلاحظ تزايد شدة موقع إيباي وأمازون بخصوص كل ما يتعلق بمجال الدروب شيبينج. أولا علينا أن نعرف التغييرات التي حصلت في الآونة الأخيرة التي أدت لمشاكل للحسابات على موقع إيباي. المشكلة الأولى هي أن موقع إيباي غير سياسته بخصوص تعريف رقم رمز المنطقة الذي يشحن منها المنتج الزيب كود. في السابق موقع إيباي لم يجبر التجار تعريف رقم رمز، فقط يكفي تعريف الدولة والولاية دون أي لزوم لتعريف الزيب كود الخاص للولاية أو المدينة. ولكن موقع إيباي غير سياسته والآن يجبر التجار تعريف الرقم الرمز للولاية أو المنطقة التي سيشحن منها المنتج. الكثير من الحسابات على موقع إيباي تضرر تقييمها بسبب السياسة الجديدة هذه وتعرف كأنه بلو ستاندرد. وللأسف عند عمل دروب شيبينج على موقع أمازون أو أي موقع أمريكي آخر لا يمكننا معرفة الرمز في الحال، فقط عندما يشحن المنتج نعرف رقم الرمز، وفي بعض الأحيان المنتج يشحن من عدة مواقع مختلفة لأنه مخزن في عدة مواقع مختلفة. المشكلة الثانية هي استعمال الجيفت كارد. لكل من يتعامل مع موقع أمازون فهو بالطبع يشتري منتجاته من خلال الجيفت كارد، ونلاحظ بالآونة الأخيرة أمازون يغلق الحسابات التي تستعمل الجيفت كارد ولا يعطي الإمكانية لسحب المبلغ، وبالتالي يلحق التجار خسائر كبيرة جدا. والسبب الرئيسي الذي أجبر أمازون على عدم استخدام الجيفت كارد هو نحن، وأنا أعني التجار. طبعا ليس جميع التجار ولكن الأغلبية، لأنه يوجد عدد هائل من التجار التي تستعمل الجيفت كارد المزيفة، وموقع أمازون صار شديد لأن عملية النصب تحصل على موقعه، فيمكن القول أننا عملنا الضرر على نفسنا. ماذا تتوقع عندما تشتري الجيفت كارد ب$70 الذي يشحن حسابك الأمازون ب$100؟ أكيد سيكون عملية نصب من وراء هذا الجيفت كارد. حتى لو استعملت بطاقة ائتمان أمازون سيغلق حسابك. هذه مشكلة أدت الكثير من التجار الصعوبة في شراء المنتجات، مما أدى لفتح الكثير من الشكاوي من قبل المشترين على حسابات إيباي، وبالتالي تعليق حسابات التجار على موقع إيباي وخسائر كبيرة للتجار. المشكلة الثالثة هي المستندات التي يطلبها موقع إيباي لتثبت لهم من هو الممرض الذي تتعامل معه. وهذه المشكلة التي يواجهها التجار في بداية مشروعهم على موقع إيباي. موقع إيباي لا يعترف بمستندات أمازون أو علي إكسبريس، فهو يعتبر هذه المواقع ليس مورد. وبالتالي عدم توفير المستندات اللازمة أدى لإغلاق عدة حسابات أو عمل ضرر على الانكشاف لصفحات المبيعات على المعرفة في الحساب. المشكلة الرابعة هي تعطيل برنامج التسويق الداخلي لموقع إيباي. إذا موقع إيباي أدرك أن الحساب يعمل دروب شيبينج، سيعطل عمل حساب التسويق الخاص للحساب على موقع إيباي، مما أيضا سيعمل ضرر على انكشاف صفحات المبيعات على الموقع. المشكلة الخامسة هي بخصوص أرقام التتبع. موقع إيباي لا يعترف بأرقام التتبع الخاصة لأمازون، وهذه مشكلة لأن غالبية الرزم تشحن من خلال شركات الشحن الخاصة لأمازون، وعند تعريف الرقم على موقع إيباي، إيباي لن يقبل بهذا الرقم الذي سنعرفه ولن يعطي أي معلومة لمكان الرزمة.
هذه المشكلة أيضا عملت ضرر لتقييم الحسابات بسبب عدم تعريف أرقام التتبع الملائمة لموقع إيباي. علينا أن نتذكر أن موقع إيباي يريد الحفاظ على نزاهة الموقع وتجربة الشراء عند المستهلكين أن تكون عادلة، وأيضا من ناحية ثانية أيضا موقع أمازون لا يريد أن يتضرر بسبب موضوع الجيفت كارد. ولكن من يقول أن موقع إيباي لا يسمح بعمل دروب شيبينج على الموقع فهذا كلام خاطئ. إيباي يسمح عمل دروب شيبينج ولكن حسب سياساته وقوانينه. نعرفك على برنامج سيوفر لك الحل الأمثل لجميع المشاكل التي ذكرتها. البرنامج يسمى تريبل مارس. شركة تريبل مارس لاحظت المشكلة التي يواجهها التجار التي تعمل دروب شيبينج وتوفر حل جذري للمشاكل التي ذكرتها. تريبل مارس هي شركة أمريكية توفر عدة خدمات. الخدمة الأولى هي توفير رقم رمز خاص أمريكي حقيقي الذي سيتعرف على أي صفحة مبيعات نعلنها من خلال برنامج تريبل ماوس. من خلال هذه الخدمة سنحل المشكلة الأولى، وهي أن إي بتجبر التجار تعريف رقم رمز زيب كود حقيقي للمنتجات التي تشحن. الخدمة الثانية هي شراء المنتجات نيابة عن التجار. عند الاشتراك في برنامج تريبل مارس أنت غير مجبر لامتلاك حساب أمازون لشراء المنتجات، وهذا مذهل. بحالة حصول بيعة في حسابك على موقع إيباي، البرنامج سيشتري المنتج تلقائيا. لشركة تريبل مارس يوجد حسابات موثوقة ومعتمدة على موقع أمازون، فيمكنه شراء ما يحلو لها دون أي حظر أو إغلاق لحسابها. من خلال هذه الخدمة نحل مشكلة الجيفت كارد وكل ما يختص بقيود شراء المنتجات على موقع أمازون. أنت غير مجبر لامتلاك حساب أمازون لشراء المنتجات. برنامج تليبر مارس يفعل ذلك من خلال حساباته الشخصية. الخدمة الثالثة هي توفير مستندات توثيق من الشركة لموقع إيباي. شركة تريبل مارس شركة موثوقة على موقع إيباي ومستنداتها معترف بها، لأن جميع المشتريات ستكون من خلال الشركة. أنت لا تشتري أي منتج، الشركة تشتري نيابة عنك. إذا هي التي ستوفر لك مستندات التوثيق، لأنه هو المورد الذي ستتعامل معه. هكذا حللنا مشكلة مستندات التوثيق الذي يطلبها موقع إيباي من التجار. الخدمة الرابعة هي تعريف أرقام تتبع تلقائيا على موقع إيباي وتعرف أرقام تتبع موقع إيباي يعترف بها. كما ذكرت، برنامج تريبل مارس يشتري المنتجات تلقائيا بحالة حصول أي بيعة على الحساب. عند شراء المنتج، برنامج تريبل مارس سيراقب عملية الشراء، وبحالة شحن المنتج أي أمازون سيشحن المنتج سيعرف رقم تتبع للرزمة على الحساب التاجر على موقع إيباي. وحتى إذا رقم التتبع سيكون تابع لشركة شحن الخاصة لأمازون سيحوله لرقم تتبع إيباي يعترف به. هكذا حللنا مشكلة أرقام التتبع ولم يحصل أي مشكلة بتقييم الحسابات على موقع إيباي. الخدمة الخامسة التي يقدمها برنامج سوبر مارس هي إعلان صفحات مبيعات تلقائية وأيضا بطريقة سريعة. البرنامج يوفر إمكانيات إعلان سريعة ومريحة. كل ما علينا فعله هو نسخ الرقم الخاص للمنتج على أمازون أي الآسن، والبرنامج سينسخ جميع المعطيات للمنتج على الحساب في موقع إيباي: الصور للمنتج، العنوان، الوصف، وخصائص المنتج. هذه هي الأشياء المهمة. أيضا يوجد إمكانية لنسخ عدد كبير من المنتجات في آن واحد. هذه العملية تسمى البلك ليستينج. الخدمة السادسة التي يوفرها برنامج تريبل مارس هي مراقبة وصيانة متقدمة لأداء الحساب. البرنامج يوفر عدة أدوات متقدمة لمراقبة أداء المبيعات على حسابنا على موقع إيباي والأرباح من المبيعات. إمكانيات لصيانة صفحات المبيعات للمنتجات، تحليل كامل للمبالغ المعلنة على الحساب مع إمكانية لتحميلها للحاسوب ودراستها. أنا بشكل شخصي أعمل مع برنامج تريبل مارس لفترة طويلة والنتائج مذهلة. والشيء الأكثر مهم هو أنه لا يوجد مشاكل أو عقبات
أوجهها خلال عملي على البرنامج وإدارة مشروعي ومتاجري. لكل من معني في الاشتراك ببرنامج تريبرمارس، أرفقت رابط الاشتراك في التعليقات في وصف الفيديو. أنصحك الاشتراك من خلال الرابط، هكذا يمكنك بالمستقبل مراسلتنا إذا واجهتك أي مشكلة خلال عملك على البرنامج، وتوفير لك الدعم الكامل. في الفترة القريبة سأعلن سلسلة فيديوهات تعلمك كيفية التعامل مع برنامج تريبل مارس لتبدأ العمل بشكل صحيح. أيضا لكل من لديه ترددات أو أسئلة يمكنك كتابتها في التعليقات أو مراسلتنا عبر إيميل الأكاديمية المبين بالفيديو. الشيء المضحك، في نهاية كل سنة الجميع يعلن فيديوهات بخصوص نهاية مجال الدروب شيبينج وموت هذا المجال نهائيا، وفي الحقيقة المجال كان وسيبقى مجال فعال وأيضا مربح. خلال سلسلة الفيديوهات سأريكم حسابي الشخصي على موقع أو برنامج تريبل مارس، وسترون الأرباح والمبالغ التي أفعلها من خلال حساباتي. سأراكم في الأيام القريبة بسلسلة فيديوهات الشرح عن برنامج تريبل مارس. انتظرونا خلال الأيام القريبة بسلسلة فيديوهات شرح عن برنامج تريبل مارس. أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة سلسلة الفيديوهات ومتابعة آخر الأخبار في مجال التجارة الإلكترونية. بالنجاح للجميع.